يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هاتي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك مش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني. اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ عربية مش لاقيها. انا لقيتك زي ما انت كده، لا مفاتيح ولا عربية، شلتك هنا كده في عربيتي. تقومي تجيبيني لغاية هنا، تقومي تجيبيني لغاية هنا، ده انت بيتكم مترشح حراس. دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه هي أول مرة؟ ايه؟ ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى. ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعيه دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. يا نهار اسود بابي رئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بنتي. لحظة يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ عمر حاضر يا بابي. يا عمر ده رايح فين الخطوبة؟ يا بابي حاضر. صح يا بنتي. حاضر يا بابي. ازيك؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه، انا كويسه الحمد لله، كله تمام، كله تمام يا بابا. انت اخبارك ايه؟ اخبار الشغل ايه؟ مال وشك اتغير كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه. يعني مش ربيع؟ ربيع انا مش عارف، احنا عندنا ميعاد ومتاخرين. يلا يلا بقى. يلا لكم نفسكم. انت يا ابني انت سيب، هذا طبعي. عمر خد بالك هتقع. شويه كنت هجيب منادي ينادي عليك في الشوارع. يومين يومين يا عمر. خد يا مريم بقى، ايه اللي حصل؟ خد يا حبيبي. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل. ولا يتقال ولا يتحكي يا تينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوه تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكايه. احكي يا دكتور. خلاص يا ست، خلاص والنبي. امشي يا بنت، امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوه تاني؟ قصدي احكي لنا، احكي لنا، عايزين نفهم، عايزين نفهم يعني. يا تيتا انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجه. كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمه الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكره عن اي حاجه ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمه تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا نطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر. خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليا حق ما قلت لك بلاش تبلغي البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟
حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي اضرب يا عبد الهادي، خدوا قوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي، تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي، تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. هقول ايه؟ يا خساره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمراء؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبه وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم واتلهيت فيكم في مشاكلكم وفي تربيتك، تربيتك انت واختك. كل ما ابص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر، كل ما ببص في وشك بحس انك ابن البكر اللي انا ما خلفتهوش. عرفت ليه انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازه مش عارف ايه وفرح ما ادريك ايه، وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك، واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار، قلنا اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول، وانا قلت لك. يعني انا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحه لا، مش عارف العكوسات دي كلها جايه لي منين. نعم. والمصحف تبت، والله العظيم تبت. انت ليه برضو مش عايزه تصدقيني؟ هصدقك هصدقك. يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طب تسامع. ايوه كده، ايوه يا تينا بقى. ايوه كده. بس انا مش هرتاح لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين. قلت ايه ونط من فوق السور؟ والكلام جريت ورا ما لقيتش منه اي حاجه. يا بنت الايه ده انت قادره. يا ستي طقايه بجنان. بقول لك ايه بقى، ولما بابي سمع الصوت جوه عمال يقول لي ايه الصوت ده، ايه الصوت ده يا عارفه؟ كنت هموت. انت عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، مت من الضحك طبعا. متي من الضحك؟ انت بتخافيش ابدا؟ يا ستي الواد الستيز ده. الواد صاحبك اللي انت كنت بصاحبها ده يع، اهو اليع ده يوم ما سبته شبك مع شاهين ده. يا يارا انا قلت لك 100 مره كل العيال اللي هنا دي نفخ على الفاضي ميح. امال انا ليه مش قادره انسى التاني ده؟ يا دي الدكتور عمر، هو احنا مش هنخلص بقى من الحوار ده؟ برافو عليكي فكرتيني. بس عارفه بقى فاضل على الحلم خبطة.